قبل ما بلش بالفيديو مشاهدين تأكدوا من انكم مشتركين بقناتي على اليوتيوب اللي هي دوفاكت 777 لتوصلكم كل الفيديوهات على طول. طبعا فيكم تروحوا على قوائم التشغيل او بلاي ليست لتشوفوا كل الفيديوهات خاصة باللغة الألمانية مرتبين ومرقمين. هلو لويتي، اليوم معنا فيربن مت داتيف، يعني الافعال اللي بتجي على طول مع داتيف لازم نحفظها بصم. رح اقسم هدول الافعال لقسمين، الجزء الاول هو اليوم مستوى أينز أز فاي، فلازم نحفظهم هدول الأفعال. خلينا نبلش. واروم أنت ورتست دو مير نشت، ليش ما بتجاوبني؟ إذا الفعل الأول هو أنت ورتن، الجملة الثانية بيت أنت ورت مير شنال، من فضلك جاوبني بسرعة. إذا الفعل الأول أنت ورتن، عنا الجملتين مثالين مشان تتوضح الفكرة عنا، لأنه كتير سهل الواحد يحفظه كمثال أكثر ما يكون كلمة جامدة. Warum أنت ورتست دو مير نشت، والمثال الثاني بيتي أنت ورت مير شنل. أما الفعل الثاني دانكن، إش دانكي إينن، أشكر حضرتك. أما إذا كان طبعا حدا بنعرفه نقول إش دانكي دير. المثال الثاني إش دانكي ماينر فاميلي فير داس فيرشتندنس، أشكر عائلتي لتفهم أو لتفهمها. إش دانكي ماينر فاميلي فير داس فيرشتندنس. فعل التالت فيلن زاينة فيرشتوربنة فراو فيلت إيم زو زير، يفتقد زوجته المتوفية كثيرا. إذا الفعل هو فيلن. المثال الثاني ماينر فاميلي فيلت مير، ماين فاميلي فيلت مير يعني افتقد عائلتي. اذا هذا هو الفعل الثالث فيلن. نرجع نقراهم، زاينه فيرشتوربن فراو فيلت ايم زو زير، والمثال الثاني ماين فاميلي فيلت مير. الفعل اللي بعده فولجن، ايش كان اينن نشت غانز فولجن، انا ما فيني تماما الحقك. والمثال بعده إيش كان دير أرجومنتاسيون فون بيتر نشت فولجن، أنا ما فيني تبع أو إلحق المناقشة تبعت بيتر. إيش كان إيني نشت غانز فولجن، إيش كان دير أرجومنتاسيون فون بيتر نشت فولجن. إذن هذا هو الفعل الرابع اللي هو فولجن، إيش كان إيني نشت غانز فولجن، إيش كان دير أرغومنتاسيون فون بيتر نشت فولجن. المثال بعده هو عن فعل جيفالن. طبعا إذا عاملين تليفونكم بالألماني، إذا بتشوفوا على طول على الفيسبوك بكتوب جيفالت مير يعني لايك. جيفالن عندنا مثالين، دير جيدانك جيفالت مير تسملش جوت، عجبتني الفكرة كتير. دير بولوفر جيفيلت مير زير جود، الكنزي او جنزي الشتوي هي عجبتني كتير. اذا مثل ما انا جيفالن كمان كتير بنشوفها على الفيسبوك جيفيلت مير، بنشوفها بدل لايك بالانجليزي. البعدة جيهورن، جيهور داس شيف دير، انه هل هذه السفينة الك او تنتمي الك، في نقول جيهورن. مثال بعده داس تويري اوتو جهرت ماينم نخبار، سيارة غالية تنتمي لجاري، شو يعني تنتمي؟ يعني هي لا جاري هو صاحبها. جهرت داس شيف دير. والمثال بعده داس تويري اوتو جهرت ماينم نخبار. اذا هدول امثلة كتير مهمين لازم نحفظهم. بعده جنوجن داس جنوكت مير إش هوري أوف، هذا الشيء بكفي أنا بستقيل. إذن هذا فعل جنوجن على طول بيجي معه داتيف، داس جنوكت مير إش هوري أوف. البعض غلاوبن، زاني فراو غلاوبت إيم، تؤمن زوجته به أو تؤمن بقدراته يعني بتآمن فيه. ودي فراو غلاوبت إيرم ما نشت، المرأة ما بتآمن بزوجها يعني ما عندها ثقة فيه يعني في قدود. غلاوبن إذا هذا هو الفعل غلاوبن، زين فراو غلاوبت إيم، ودي فراو غلاوبت إيرم ما نشت. الفعل بعده غراتوليرن،
دي كوليجن جراتوليرن هيرن كلايبر سوم جيبورستاغ. الزملاء يهنون السيد كلايبر بعيد الميلاد، بعيد ميلاده يعني طبعا. وتانت لينا جراتوليرت ايرر اوما سوم هوندرت جيبورستاغ. طبعا هون مقصود فيها هوندرت انه عمرها 100 صار. العم لينا بتهنئ جدتها بعيد ميلادها المئوي. تانت لينا جراتوليرت ايرر اوما سوم هوندرت جيبورستاغ. اذا هذا هو الفعل جراتوليرن. بعده هيلفن. انشولديغون كنتن زي مير اينن اوغن بليك هيلفن. عذرا فيك ساعدني للحظة من فضلك. طبعا هون صيغة احترام كنتن زي حتى ما بنعرفه. طبعا هذا هيلفن كتير مستخدمه. بعده كانش اينن هيلفن. فيني ساعدك. لما تشوف حدا قدامك معه مشكلة او شيء عم تسأله اذا فيك تساعده. كانش اينن هيلفن. اذن هذا هو هيلفن. البعده نوتسن. داس نوتس مير جار نشتس. هذا الشيء ما بفيدني ابدا. داس نوتس مير جار نشتس. الفعل البعده باسن. داس نوي كلايد باست داينر شفستر زير جود. فستان جديد بلائم او بناسب خيتك بشكل كتير كويس. والمثال بعده ماينه هوزه باست مير نشت مير. بنطلوني ما عاد مناسب لي يعني صار كبير او صغير. ماينه هوزه باست مير نشت مير. اذا هذا هو الفعل باسن. البعده باسيرن. داس است مير فور هير نوخ ني باسيرت. هذا الشيء لم يحدث معي من قبل. هذا الشيء ما صار معي من قبل. مثال بعده مير است اين كلاينر انفال بسيرت. صار معي حادث صغير. اذن داس است مير فور هير نوخ ني بسيرت. ومير است اين كلاينر انفال بسيرت. مثال اول انه هالشي ما صار معي من قبل. والمثال الثاني صار معي حادث صغير. اما الفعل اللي بعده فهو شمكن. داس اسن شمكت ماين فاتر بزوندرس جوت. بي بلاه الاكل كتير طيب. جيموز شمكت فيلين كلاينن كيندر نشت. طعمة الخضار كتير ان اولاد صغار ما بيحبوه. اذا هدول مثالين مهمين. داس اسن شمكت ماينم فاتر بزوندرس جود. جيموز شمكت فيلين كلاينن كيندر نشت. فعل اخير فيرتراون. ليزي لوتي فيرتراوت ايرمان نشت مير. طبعا ليزولوتي هي اسمها المرأة انه هي ما عاد وثقت بزوجها. در شيف فيرتراوت ديم نوين ميت اربايتر نشت. شيف هو رئيس العمل يعني صاحب الشغل. فيرتراوت ديم نوين ميت اربايتر نشت. لا يثق بالعامل الجديد. اذا هدول هني 15 فعل لازم الواحد يحفظهم كمستوى اينز از فاي. كتير واحد بيستخدمهم بحياته. خلينا نرجع نعيدهم الأول على السريع. أنتفورتن فاروم أنتفورتس دو مير نشت. وبيت أنتفورت مير شنل. ليش ما بتجاوبني؟ ومن فضلك جاوبني بسرعة. المثال التاني بيت أنتفورت مير شنل. فعل البعض دانكن. إش دانكي إينن. إش دانكي ماينر فاميلي فير داس فيرشتندنس. البعده فيلن. زينه فيرشتوربن فراو فيلت ايم زو زير. مثال البعده ماين فاميلي فيلت مير. فعل الرابع فولجن. ايش كان اينن نشت كانز فولجن. ايش كان دير ارغومنتاسيون فون بيتر نشت فولجن. البعده جفالن. Der Gedanke gefällt mir ziemlich gut. Der Pullover gefällt mir sehr gut. مثل ما قلنا على الفيسبوك كتير مشوفها منكتب gefällt mir أو like نفسها بالإنجليزي. بعد gehören
gehört das Schiff dir مثل ما قلنا gehören هون انه هيدي السفينة إلك أو تنتمي إلك يعني Das teure Auto gehört meinem Nachbarn. فعل بعده genügen Das genügt mir, ich höre auf. بعده glauben Seine Frau glaubt ihm. Die Frau glaubt ihrem Mann nicht. البعض gratulieren Die Kollegen gratulieren Herrn Kleibert zum Geburtstag. مثال بعده Tante Lina gratuliert ihrer Oma zum 100 Geburtstag. البعض helfen Entschuldigung könnten Sie mir einen Augenblick helfen? Kann ich Ihnen helfen? helfen كثير نستخدم الفعل اذا انتبه انه على طول داتيف البعض nutzen das nutzt mir gar nichts بعض passen das neue kleid passt deiner schwester sehr gut meine hose passt mir nicht mehr والفعل البعض passieren das ist mir vorher noch nie passiert Mir ist ein kleiner Unfall passiert. الفعل قبل الأخير schmecken. Das Essen schmeckt meinem Vater besonders gut. Gemüse schmeckt vielen kleinen Kindern nicht. فعل الأخير vertrauen. Leselotte vertraut ihrem Mann nicht mehr. Der Chef vertraut dem neuen Mitarbeiter nicht. طبعا فرتراون وثق هدول هني مشاهدين الجزء الاول من الافعال لهني مستوى اينز از فاي طبعا لازم تحفظوهم لانه على طول بس نشوف هدول الافعال بيجي معنا داتيف طبعا داتيف حكينا عنه درسين من قبل فيكم ترجعوا عليه وعم يطلعوا على الشاشه من فوق حكينا بالجزء الاول والجزء الثاني عن الداتيف بشكل عام وشو هني احرف الجر بيجي معه بالجزء الثاني من فيرب من الداتيف او الافعال من الداتيف راح يكون معنا مجموعه ثانيه من الافعال بس لمستوى اعلى فطبعا لازم نحفظ اول قسم قبل ما ننتقل للقسم الثاني اللي حيطلع على الشاشه بس نزله على اليوتيوب بتمنى انه الكل اللي عجبهم هالفيديو يضغطوا على زر الاعجاب ويشتركوا قناة اللي هي توب فاكتس 777 وطبعا شاركوا الفيديو على الفيسبوك عشان تدعموا القناة وتستمر الفيديوهات على طول مفهوم درسكم وبشوفكم بالفيديو القادم تشاو